السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بمشيئة الله سنقوم بشرح أقوى تمارين عضلات الصدر وطريقة استهداف جميع الزوايا بهذه التمارين الرائعة والبسيطة. وإذا أعجبكم الفيديو أتمنى أن تعطينا رأيك في التعليق، هل نستمر على هذه الطريقة أو الاكتفاء بالأسلوب القادم؟ هذا التمرين جيد جدا للاعبين الذين يعانون من مشاكل في عدم تناسق الصدر وخصوصا للمبتدئين، حيث يكمن الفرق بينه وبين البار الصدر العادي في دقة تأثير الأوزان على منطقة الصدر. وأيضا يمكنك من هذا التمرين من دفع أوزان كبيرة دون الخوف من الإصابة وبدون مساعدة أصدقائك. ولو لاحظتم التكتيك الذي يقوم به هذا اللاعب ومن أجل تمديد الأنسجة العضلية والأوتار المترابطة بين الصدر وتقويتها، فقد كان الصحة لا تحاول النزول بطريقة عشوائية حتى لا تتعرض للإصابة. هذا التمرين هدفه الرئيسي هو جمع الصدر، حيث من خلال ممارستك لهذا التمرين ستحس بصعود صدرك إلى الأعلى عند رفع الأوزان، وعند النزول ستحس بانبساط صدرك إلى الأسفل، وهذا ما سيجعل صدرك بين عاملي صعود ونزول. وحاول دائما القيام بحركة كاملة عند الصعود والنزول في الأوزان من أجل تمديد الألياف العضلية والأعصاب المترابطة بالصدر. وهذا ما يميز هذا التمرين هو الانسجام بين تمرين الصدر العلوي والصدر السفلي الذي سيجعلك تضرب عصفورين بحجر واحد. التمرين الثالث هو التمرين المفضل لدي والأكثر أمانا مقارنة بالتمارين الأخرى التي تركز على منطقة الوسطى للصدر، حيث يمتاز بدقة الاستهداف دون مساعدة الكتف الأمامي، وهو التمرين الوحيد التي لا يركز عليها كعضلة مساعدة. وأيضا هذا التمرين يحفزك على زيادة في الأوزان دون الخوف من الإصابة. التمرين الرابع تفتيح الدمبلز. التمرين يركز على خط المنطقة العلوية للصدر، حيث من خلال هذا التمرين ستحصل على خط بارز في الصدر، وستلاحظ ذلك خصوصا عند ارتدائك تيشيرتات الفي. وكشروط السلامة، عند نزولك كن حذرا وحاول النزول بشكل بطيء واستخدام الأوزان الخفيفة. تمرين بيلوفير. تمرين مهم جدا من أجل رفع الصدر لمن يعاني من تدلي، حيث يقوي المنطقة السفلية، وأيضا له استهداف آخر وهي العضلة المنشارية الموجودة بين الجانبين، حيث هذه العضلة تعطي بروزا وشكلا رائعا وتناسقا خصوصا عند قيامك بوضعية الجناح الأمامي المعروفة في المسابقات كمال الأجسام.